اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه جالنا دلوقتي ان في فيديو اتعمل من المعز علي لاعب نادي الحيل اللي لعب ضد النادي الاهلي في المباراه زي ما حضراتكم شفتوا المباراه الاخيره. والمعز علي الحقيقه راح لجمهور النادي الاهلي في الملعب اللي متواجد دلوقتي في المباراه اللي كانت بتتلعب ما بين نادي اولسن الكوري الجنوبي ونادي الدحيل. كان في بعض من جمهور النادي الاهلي متواجد في ارضيه الملعب، فراح لهم المعز علي واعتذر عن الكلام اللي قاله في تصريحاته الاخيره بعد مباراه النادي الاهلي والدحيل، وقال ان هو لا يقصد كيان النادي الاهلي ولكنه كان بيتكلم عن المباراه تحديدا بعيدا عن الكيان الكبير، وقال ان هو بيحترم النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي. فلو صح هذا الكلام فكلام محترم، وهو ده اللي احنا بنطلبه دايما. عمرنا ما غلطنا في حد ولا عمرنا هنغلط في حد، كل كلامنا وكل اسلوبنا وكل طريقتنا اللي اتعلمناها داخل النادي الاهلي هي الاحترام 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 المتبادل ما بين الفرق الرياضيه. ما اتكلمناش كلمه وحشه، ما قلناش كلمه وحشه على حد من اللاعبين، ممكن ننتقد فنيا ولكن في النهايه الاحترام الواجب ما بيننا لازم يكون متواجد مهما كنت بتلاعب مين او حد اقل منك او حد اعلى منك، مفيش اي مشكله، ولكن الاحترام هو الاساس في كل شيء. فلو صح هذا الفيديو فده شيء جيد جدا من المعز علي، ان هو بعد ما اخطا في تصريحاته الاولى بيعيدها او بيحاول ان يتاسف عنها مره اخرى. فده كلام محترم وكلام جميل، اعتقد كريم واحمد كلام معقول ان هو يعمل كده. طبعا شيء جيد جدا ان هو لما يغلط يعتذر، والاعتذار من شيم الكبار، ما فيش مشكله خالص ان الانسان كلنا بنغلط، ما فيش حد ملاك، لكن مهم جدا ان هو يبقى فاهم كويس ان هو لا اذا اخطا في حق حد، وخصوصا كمان النادي الاهلي مش نادي الاهلي مش مسمى بسيط، لكن لا مسمى كبير، منظومه كبيره، لاعبين وجهاز فني واداره وجماهير كبيره. فكان لازم طبعا يعني اشكره بصراحه ان هو تفهم الامر واعتذر عنه. هو كمان ممكن انا فاهم هو اتكلم الكريم، هو بيتكلم هو عايز يقول كلمه فني طبعا مفيش مشكله، لكن انت لا بس التصريحات بقى خلي بالك انت بتتكلم الفاظ عن كيان كبير. لا الالفاظ اللي استخدمتها الفاظ قويه، كان واضح جدا جدا انت متعصب. يعني هنا في نقطة مهمة جدا كابتن اسلام، ان ده كان فيديو مصور، فاحنا شفنا الانفعالات، مش بس احنا ما عرضناش التصريحات، لا احنا شفناها. فكان واضح انت متعصب واستخدمت الفاظ كنت ممكن تستخدم الفاظ ابسط من كده عشان يعني تفهم الناس ان انت عايز تتكلم فني، ان احنا دافعنا زيادة على اللزوم. يعني بدل ما تقول انا احترمت النادي الاهلي زيادة على اللزوم كنت ممكن تقول ان احنا دافعنا زيادة على اللزوم. لو انت قلتها لو انت قلتها بالاسلوب ده ما حدش كان غلطك، وكنا احترمنا تصريحات وحتى ردينا عليها فنيا. واحنا بالفعل هنا في الاهلي في المونديال ردينا على التصريحات بتاعتك الفنية بتصريحات فنية اخرى. طيب على الجانب الاخر برضو يعني زي ما كريم بيقول يا احمد ان الكلام مهم جدا والتصريحات مهمة جدا في اطار كرة القدم وفي الرياضة بشكل عام. المهدي بن عطية طلع واتكلم بعد المباراة نفس، بس طبعا فارق الاحتراف، الاحتراف طبعا واضح جدا في الموضوع. مهدي بن عطيه وهو بيتكلم قال لك احنا الشوط الاولاني دخل فينا جون وما كناش كويسين، الشوط الثاني اتحسنا ولكن في النهايه خسرنا المباراه، وعندنا مباراه ثانيه نبص عليها نحاول نكسبها، وبالفعل كسبها نادي الدحيل واصبح في المركز الخامس في هذه البطوله. لازم تاخد بالك من تصريحاتك طبعا. لازم تاخد بالك ان انت بتتكلم عن اسم كبير وكيان كبير في العالم كله. طبعا في فرق، يعني بتفرق في العقليه والشخصيه بتاعت اللاعب وازاي، هل هو متحدث قوي ولا لا، يعني بتفرق. انت بعد المباراه تخلي بالك ان انت لو متنرفز من نتيجه مباراه او متعوض، طبعا اثار الهزيمه كانت عليه فخرج بالتصريحات ديت، خاصه ان هي كانت طبعا مباراه بالنسبه لهم، كان عندهم حلم ان هو يوصلوا نص نهائي المونديال لان البطوله على ملعبهم، فبالتاكيد كانت تصريحات. بس طبعا لازم يخلي باله خاصه لما يكون بيتكلم على نادي كبير بحجم النادي الاهلي وكيانه وجماهيره الموجوده، واكيد هو استوعب الدرس وعرف الضغط اللي اتعمل عليه والغضب اللي اتعمل عليه واستوعب الدرس واعتذر، واكيد الاعتذار برضه من شيم الكبار. طبعا كريم برضه لما نيجي نتكلم بقى عن نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ، هل الكلمه دي مناسبه لبايرن ميونخ ان احنا نتكلم عن نقاط الضعف؟ احنا القناه الوحيده اللي في العالم اللي من حقها في الوقت الحالي تتكلم عن نقاط ضعف بايرن ميونخ، لان النادي بتاعها هيلعب بكره في مباراه تنافسيه، وبالتالي احنا محتاجين نعرف ايه المساحات او ايه الحاجه اللي احنا ممكن نستغلها عشان نقدر نحقق المكسب لنادينا. ده امر طبيعي جدا جدا جدا، زي بالظبط مانويل نوير لما بعد اعتقد من حوالي 3 4 ايام قال جمله مهمه، جمله خطيره ودي اعتقد يعني تتكتب في السي في
بتاعت لاعبي النادي الاهلي، ان هو المحلل الاداء حراس او كان بيتكلم على لعيبه النادي الاهلي، المحلل الاداء في نادي بايرن ميونخ، حلل اداء مهاجمين النادي الاهلي وبيديهم عشان هو يذاكر الارقام بتاعتهم عشان يعرف اسلوبهم في ومين اللي يلعب ومين ما يلعبش. طبعا هو ما يعرفش فريقه طبعا. طبعا هو ما يعرفش طبعا مين اللي هيلعب نادي الاهلي، لكن لا انا بتكلم على فريقه هو بايرن. لا انا بتكلم ان محلل اداء في بايرن ميونخ ادى مانويل نوير ارقام مهاجمي النادي الاهلي واسلوب لعبه، هو حتى هو اللي قال كده عشان ابقى فاهم اسلوب لعبه، ان احنا ما بنلعبش الفريق ده كتير وبالتالي انا ما اعرفهمش، فبالتالي محتاج حد يديني ورق عشان اذاكر ده. حارس مرمى ما بيلعبش الاهلي في بلاي ستيشن يعني برضه غريبه جدا. طبعا ده امر زي ما احنا بنلعب بايرن ميونخ بالظبط يعني. فلاعيبه النادي الاهلي لازم يفتخروا ان هم بقى لهم 7 ايام بيتم دراستهم من الفريق التحليلي لنادي بايرن ميونخ. ليه؟ عشان النادي الاهلي منافس. البعض هيخش يقول لك يا عم مش قوي كده يا عم كريم، انتوا يعني مكبرينها يعني قوي لا سؤال بس يعني هانز فليك راح يلعب فريق وايه بقى؟ خلي بالك يا كابتن اسلام، كل وسائل الاعلام النهارده الالمانيه كلها بتكتب بتوصف النادي الاهلي في اسلوب لعبه، اسلوب يعني الوصف فني، بتقول لك الفريق اللي بيهاجم كتير وبيخوفوا بايرن ميونخ من الاهلي في ايه بقى؟ تخيل بيخوفوا بايرن ميونخ من النادي الاهلي بان اسلوب لعبه دايما بيخترق في عمق الملعب. نفس الغلطه اللي بيواجهها نادي بايرن ميونخ في الدوري، او نفس الغلطه اللي تسببت في خروجه من كاس المانيا امام هولستين كيل في المباراه لما خرجوا ب2-2 اتعادلوا وخرجوا بضربات الترجيح. فبالتالي كل الناس في المانيا والمحبين بايرن ميونخ بيدرسوا النادي الاهلي وبيتكلموا عنه بشكل مميز، واعتقد خلاص يعني التصريحات حضرتك تفضلت خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، رئيس نادي، نائب الرئيس، كابتن الفريق، اهم لاعب الفريق كيميتش، الناس كلها يعني بتتكلم عن النادي الاهلي، وكمان كللنا كل ده بالفيديو اللي شفناه النهارده في السوشيال ميديا، يعني الناس كلها هناك مديه النادي الاهلي قدره وحجمه.